السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم دعما ومراجعة لدرس التوكيد، دعم مخفف ومراجعة بسيطة إن شاء الله. إذن التوكيد هو تابع يؤكد متبوعه ويقويه، يعني التوكيد واحد الكلمة كتبع كلمة أخرى لتؤكدها، أو هو تكرار اللفظ المراد تأكيده، يعني عندنا واحد اللفظ كنقوم بالتكرار ديالو باش نأكده. نعطيو مثال: دخل الأستاذ. إذن كما تلاحظون هنا عندنا التكرار، هنا كاين التكرار، الأستاذ عندنا الكلمة الأولى كررناها، لاش؟ باش نأكدوها، يعني نأكدوا أن الأستاذ هو الذي دخل لكي نؤكدها ونقويها. تابع، وعندما نقول تابع يعني أن نتبعه في إعرابه، كما تلاحظون مرفوع مرفوع، معرف معرف، مفرد مفرد. الآن نأتي إلى أنواع التوكيد. التوكيد نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي هو الذي يكون بإعادة اللفظ، يعني ذاك اللفظ أو الكلمة كنعاودها أو نكررها، نعيدها أو نكررها. عاد التلميذ المجتهد، كررناها كما كتلاحظوا قمنا بتكرارها. عاد التلميذ المجتهد، هذا هو التوكيد، كنسميه توكيد لفظي. لماذا؟ لأنه تكرر اللفظ، تمت إعادة وتكرار اللفظ، يسمى توكيد لفظي. التوكيد الثاني وهو التوكيد المعنوي، توكيد معنوي، وهو يكون بألفاظ، يعني كنلقاو فيه بعض الألفاظ، وله ألفاظ مثل نفس، عين، كلا، كلتا، جميع، وعامة. هذه الألفاظ هذو نجدها في بعض الجمل وتفيد التوكيد. نعطيو مثال: رأيت السيارة نفسها. هنا كما كتلاحظوا باش نأكدوا أنني رأيت السيارة نفسها، يعني سبق وأن رأيتها، وضعنا توكيدا معنويا نفسه، رأيت السيارة نفسها. ثانيا: جاء الأستاذ عينه. يمكن أن نقول عينه أو نفسه. إذن هنا توكيد معنوي يؤكد الكلمة السابقة، كنأكد بأن الأستاذ هو الذي جاء، جاء الأستاذ عينه. ثالثا: مررت بالقوم أجمعين، يعني كنأكد بأنني مررت بالقوم أجمعين، يعني كلهم. إذن كما لاحظتوا أن هذا الدرس فهو بسيط جدا. التوكيد هو كيأكد لنا واحد الكلمة سابقة، وكينقسم إلى نوعين: توكيد لفظي يكون بإعادة اللفظ وتكراره، عاد التلميذ المجتهد، التوكيد هو هذا، وتوكيد معنوي كيكون فيه ألفاظ، يعني ماشي بتكرار اللفظ، لا، كتكون فيه ألفاظ معينة، بحال نفس، عين، كلا، كلتا، جميع، عامة. هنا أعطينا أمثلة: رأيت السيارة نفسها، جاء الأستاذ عينه، مررت بالقوم أجمعين. وبالتوفيق لكم إن شاء الله.